زوار وأوفياء قناة كلاش تيفي، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوداني. الفضايح ديال السياسيين والمسؤولين المغاربة فاشت كل الحدود، فضيحة تنسك فضيحة، والمصيبة أن كل شيء ضارب الطم. حتى السيد رئيس الحكومة والوزراء اللي معاه في التعليم العالي والمالية ما على بالهمش هاد الفضيحة ديال اليوم. ولكن اخوتي ما تنساوش تشجعوا اخوكم البوداني باللايك والبارطاج والتعليق حتى هو، باش تشجعوا هذا المحتوى المهم. تعليق بسيط منكم او جيم لهذا الفيديو او بارطاج مع عشرانكم هو اكبر داعمين لنا والقناة ديالنا. تحياتي الاخوية الصادقة لكل اوفياء هذه القناة. نبدأ أولا بواحد الفضيحة غير مسبوقة. قال لك السي تم تكريم أستاذة جامعية بكلية فاس، والكادو ديال هذه المناسبة كان عبارة عن هدية عجيبة ومهينة واستفزازية في نفس الوقت. قال لك السي عطاوها في مناسبة تكريمها الصينية ديال المعدن، وماشي حتى ديال النحاس الفرقي. وبربي يا خوتي هاد الناس واش كيضحكوا على الوقت؟ ياك ما عندهم شي حساب مع هاد الأستاذة الجامعية وبغاو يهينوها بهاد الهدية السخيفة اللي عطاوها ليها وصوروها بالكاميرات والهواتف ديالهم، وهادشي اللي تسبب في ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. المناسبة ديال هاد الإهانة غير المسبوقة كانت في حفل تكريم الأستاذة الجامعية من بعد الإحالة ديالها على التقاعد، والخطير أنه تم نشر هاد الصور ديال أستاذة الأدب العربي السيدة سعيدة العالمي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وهي تتسلم صينية تشبه الصينيات المعروضة في الجوطيات من عميد الكلية، نظير ما قدمته طيلة حياتها للعلم ولمهنة التعليم العالي. وكما كان متوقعا فهذه الصور تسبات في سخرية كبيرة وعارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد الناشطين عليها بالقول تبهديلة أستاذة في كلية دار المهراز، داروا لها تكريم دايز والكلاب وقدموا لها هدية عبارة عن صينية ناظرة خدماتها الجليلة، زعما غادة تحني كون عطاوها مهراز كانت غتكون اسم على مسمى. كما كتب آخر فضيحة تكريم أستاذة الأدب العربي بكلية الأدب دار المهراز بفاس الدكتورة سعيدة العلبي بتسليمها صينية، ونعم التكريم. أما أنا العبد الضعيف إلى الله، بغيت غير نعرف مول هاد البلان ديال كادو الصينية واش عنده شي عقل ولا والو، واش عنده شي أخلاق أم لا؟ هذا هو الهبل ديال بصح، وهذا هو التخلف الفكري والتقهقر الأخلاقي اللي ما عمري شفته في حياتي. واش غادي نقول الله ينعل اللي ما يحشم؟ واش بهالطريقة نكرموا المرأة المغربية ونرفعوا راية العلم ومن شأن البحث العلمي والتحصيل الأكاديمي في بلادنا الحبيبة؟ وعليها عاد عرفت علاش العلم في بلادي غادي غير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجيو الآن السي عبد اللطيف وهبي وزير العدل، فراه منوط قربالة هاد الأيام في الوسط القضائي وخلف حالة ارتباك كبيرة عند الآلاف من قضاة المملكة اللي كيشتغلوا في النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم أو كيتولاو مهام ومسؤوليات أخرى. قال لك السي الوزير باغي يرفع سن التقاعد عند القضاة ل 75 عام، وياه. ولكن قبل ما ندخلوا في تفاصيل هاد الفيلم العجيب عاوتاني يعني ديال السي وهبي، بغيت نقول بأن القضاة ديال المملكة كيختلفوا اختلاف شديد بيناتهم بخصوص هذا القانون الجديد، يعني رفع سن التقاعد الى 75 سنه عند القضاة. كاينين شي قضاة مساكن ضربهم الضو وطاحش عليهم صاعقه ملي سمعوا هذا البلان العجيب اللي تقدم به السي وهبي. اوا السي وزير العدل واش باغي تسالي معانا وتصيفطنا للقبر مباشره؟ كثره الملفات اللي عندنا راه هلكاتنا، والوظيفه طيحت لنا الصحه اقبل الوقت، وكنا كنحلموا بالتقاعد ديالنا في وقته على الاقل، نمشي نرتاحوا شويه او نفوجوا على راسنا بالرحلات او بشي عمره او حجه في مقام النبي نغسلوا بها عظيماتنا ونستغفروا من مولانا. ودابا السي الوزير باغي تفرض علينا هذا المخطط العدواني ديالك. وكاين اللي قال الوزير واسي وي واش ما تشوفش معانا وتكمل خيرك وتبني لينا حتى شي مقبره كاع في المحكمه نزاولوا فيها المهام ديالنا حتى ونحن اموات. وكاين اللي ضحك بزاف ملي سمع هذا الخبر وقال اوا تقاعد على 75 سنه ايوا خاص القاضي يهزوه بحال الكميشه في شي قفه باش يجيبوه حتى للمحكمه باش يحكم، في حين ان فئه اخرى من القضاة ماشي كثيره غير قليله. ايوا رواني وفهمني يا اللي كتسمعني دابا، هاد الفئه الله يهديها. قال لك السي فرحات بزاف بهذا مشروع القانون الجديد وقالوا احنا مع السيد الوزير بغينا نبقاو في جهاز القضاء حتى نوصلوا ل 75 عام، ما كاينش المشكل عاد نمشيو للتقاعد، الجلوس في الدار ما فيه فايده، نبقاو سيدي في المكاتب ديالنا نحكموا على الناس وندوزو الملفات المهمة. وكاين اللي ما قداش فرحة
حتى ما بقاش عقل على راسو اش كيقول، وبدا كيرفع اكف الضراعه الى الله، لعل وعسى السي وزير العدل يشوف من حالهم ويرفع سن التقاعد عند القضاة الى 80 سنه او مدى الحياه كاع. علاش لا؟ خيرنا ما يديه غيرنا. ويحمل مشروع القانون التنظيمي الذي يهدف الى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه عددا من التعديلات، والتي من ابرزها تمديد سن التقاعد الى 75 سنه بطلب منهم اي من القضاة على ان يظل حد سن التقاعد هو 65 سنه مع امكانيه تمديده الى 67 سنه لاجل المصلحه. وترى وزاره وهبي بان هذا التعديل اقتضته ضرورة الاستفادة من الخبرة التي راكمها عدد من القضاة والذين يصعب تعويضهم خلال فترة وجيزة. كما سيتم إقرار صفة قاضي نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى ممارسة مهام القضاء ابتداء من السنة الأولى، وذلك لسد الخصاص في المحاكم ومواكبة مشاريع قضاء القرب. إلا أن مصادر أخرى حذرت من هذا التوجه، خاصة وأن مزاولة مهنة القضاء تقتضي مراكمة التكوين قبل تحمل المسؤولية. من جهة أخرى، يرتقب أن يعرف القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من التعديلات التي ستعزز صلاحية الرئيس المنتدب للمجلس وتمكينه من اتخاذ عدد من القرارات دون انتظار عقد الدورة. وهذه التعديلات تأتي بناء على تقييم قامت به وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد دخول القانونين المذكورين حيز التنفيذ منذ سنة 2016. كما ستتم إعادة النظر في مسطرة تأديب القضاة وغير ذلك من المقتضيات التي سيتم تعديلها أيضا. هادشي جا من بعد تعديل عدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 103 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106/13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة ويستفيد الكل من هذه المعلومات المهمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.